خلينا كعادتنا نبتدي مع بعض بالأحداث اللي حصلت بالأمس، ونبتديها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي أكد أن هدفنا تدليل أي عقبات بتواجه المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار. ورئيس الوزراء أيضا تابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء عدد من مشروعات الوكالة. يمكن يا منى امبارح كمان كان في خطوه ايجابيه وخطوه في منتهى الاهميه. الخطوه دي اتخذها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء باطلاق مجله اتجاهات افريقيه. المجله دي كانت بسبب او بتهدف لخلق قاعده معلوماتيه من جانب الافارقه نفسهم وطبقا لرؤيتهم. اعتقد كفانا حديث الغير عنا تحديدا، ونحن اليوم نتحدث عن انفسنا، نتحدث كمان ونحط المؤشرات سواء كانت الاقتصاديه، الامنيه، ايضا الاجتماعيه لمتخذي القرار في دول القاره الافريقيه تحديدا، وده بيؤكد اهتمام مصر بالقاره الافريقيه. كمان امبارح الحكومه نفت تراجع استحقاقات الصحه والتعليم والبحث العلمي بالموازنه الجديده، ده غير اخبار تانيه هنعرفها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات اللي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال: هدفنا هو تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة. خلال اللقاء استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر سات 2 اللي تسلمته مصر في مارس 2023 في مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدار جديد خاص بالشؤون الإفريقية تحت عنوان مجلة اتجاهات إفريقية، واللي بتسعى لخلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة أنفسهم وطبقاً لرؤيتهم حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إفريقيا، وربما الأهم فرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية طبقاً لرؤى إفريقية خالصة. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، وشددت على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، حيث تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4% لتصل لنحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. وأيضاً زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي بالموازنة الجديدة بنسبة 24.3% لتصل لنحو 591.9 مليار جنيه مقارنة ب 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. أيضاً ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة بنسبة 17.5% لتصل لنحو 99.6 مليار جنيه مقارنة ب 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. امبارح وصل أول أفواج حجاج القرعة لمطار القاهرة الدولي وسط استقبال حافل من أهليهم وزويهم، وأشادوا بالخدمات والتسهيلات اللي قدمتها ليهم بعثة الحج. نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولتنا في محافظات الجمهورية المختلفة تحديداً، والبداية من محافظة أسوان، لأن هناك تم إقرار استثناء طلاب الدمج من الالتحاق بالمدارس المهنية دون حد أدنى. كمان في جمصة كان في خطوة في منتهى الجرأة ومنتهى الأهمية تحديداً، وهي منع سير الدراجات البخارية والسيارات والبيتش باجي على كورنيش الشاطئ في جمصة.
كمان في المنوفية حصل قطع عن المياه في مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسيل الشبكات، وحصل كمان تطوير وتجميل لميدان البلاجات بالإسماعيلية استعدادا لموسم الصيف. خلينا نتابع أخبار تانية من محافظات متعددة في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة أسوان وافقت على استثناء طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الالتحاق بالمدارس المهنية صناعي زراعي تجاري وفندقي بدون حد أدنى أو أقصى لدرجات القبول، وده بجميع المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة بشرط أن تكون استمارة النجاح تفيد أن الطالب ضمن طلاب الدمج، ويراعى الأعداد المقبولة حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة. رئاسة مجلس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية أعلن منع سير الدراجات البخارية بأنواعها والبيتش باجي والسيارات على كورنيش الشاطئ، وده حفاظاً على أرواح المواطنين ومنع الضوضاء والحفاظ على المظهر الجمالي لكورنيش المدينة الساحلية. وتم التنسيق مع إدارة مرور الدقهلية لتطبيق القرار ومنع تواجد أي دراجة بخارية بالكورنيش. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعلنت عن قطع المياه اليوم الأربعاء عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. الوحدة المحلية لحي أول بمحافظة الإسماعيلية قامت بتطوير ورفع كفاءة ميدان البلاجات تقاطع شارع أم كلثوم وطريق البلاجات ضمن خطة الحفاظ على الوجه الجمالي المميز للمحافظة، والاهتمام أيضاً بتجميل الشوارع والميادين العامة، وبتأتي خطة التطوير في إطار تحسين الصورة البصرية بالميادين العامة. مديرية الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية هتنظم 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو الجاري وفقاً للمواعيد والأماكن، وتقام يومي 4 و5 يوليو قافلة طبية نادي شباب محسن بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي 9 و10 يوليو قافلة طبية بمركز شباب مبارك بنطاق العجمي، وتقام يومي 11 و12 يوليو قافلة طبية بمركز شباب المسير بالبيطاش بحي العجمي، وتقام يومي 16 و17 يوليو قافلة طبية بمدرسة عبد النبي الخولي بأبيس 8 بحي وسط، ويومي 25 و26 يوليو قافلة طبية بوحدة صحة عبد الباسط بنطاق برج العرب، أما يومي 30 و31 يوليو فقافلة بوحدة أبو صير بنطاق برج العرب. استقبل مطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 129 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري مع تطبيق الإجراءات اللازمة للركاب الوافدين.